السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. كبسة دجاج في قدر هوم إلك من قصر الأواني. هذه المقادير، هذه الدجاج، البصل والطماط والبهارات والفلفل والملح، نحطه في الكاس نخلطه، راح نصب عليه. استخدمنا 5 أكواب رز، نحط معها 5 أكواب موية فقط، وبنبدأ إن شاء الله بنحطها على المؤقت بحيث أنه يشتغل بعد ساعتين. توكلنا على الله. أول شيء سلمكم الله، نصب في الدجاج في القدر ونصب عليه الخليط اللي هو البصل والطماطم والبهارات وكل شيء بعد ما خلطناه. الآن سلمكم الله، حطيت الدجاج وحطيت الصوص وحطيت عليه الموية والرز، حركت كل شيء، أبكت مها الحين، بس بحطها على المؤقت، أنا ما بيها الحين، أبيه يبدأ بعد ساعتين. خليه ساعتين، حط تشيكن وحط الوزن، خلاص راح يبدأ الحين، بعد ساعتين بيشتغل. ونقول توكلنا على الله، عطنا الغطا بس، وما شاء الله تبارك الله بدأ التوقيت بعد ساعتين. شوف بدأ يحسب 19 دقيقة، طبعا ما راح ينقص 19 دقيقة لين يسخن بالكامل ويبدأ يضغط. هذه نقطة مهمة لازم نضعها في عين الاعتبار، شوف لها الحين حوالي 10 دقائق وهو يشتر بالشكل ذا، و 19 دقيقة ما راح يحسب، لأنه بادي يسخن ثم يبدأ يضغط. مجرد ما سخن وبدأ يضغط يبدأ المؤقت ينزل من 19 إلى 18 لين يخلص، وإذا خلص راح يبقى على وضع التسخين. هانت، ما عاد باقي إلا دقيقتين وتجهز الطبخة. اللي يميز قدر الضغط الكهربائي عموما أنه ما له صوت ولا تطلع ريحة الأكل، انتهى الصراحة وخلص. هالحين جاهز، يا يعني نخليه على وضع التسخين ويبقى ساخن، يا يعني نفتحه. صح ان قلنا ما له صوت ولا يطلع ريحة الاكل، لكن مو معناها انه ما يضغط. نفكر الحين لين يجهز. ما شاء الله تبارك الله، لا قوة الا بالله. الحين نقلبه ونشوف. ما شاء الله، اللهم ادمها نعمة وزدها واحفظها من الزوال. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. إن شاء الله تبارك الله، شوف الحمى مستوية والرز والخضار، ويا سلام.